يعني هي احدى الساحات كما يقال ساحة سوق الخضرة والدمار اللي صابه وهالمحلات التجارية اللي دمر. يعني ما بس عندنا المحلات التجارية، عندنا هون احد المنازل يلي دمر بشكل كامل. يعني المنزل من برا مدمر، من داخله كان العافش اما راح يحترق اما راح يدمر يصير رماد مثل هلا ما لنا شايفين. حتى الطرقات ما سمت من القصف، المحلات ما سمت، ساحات ما سمت. طبعا هذا سوق خضرة اللي تعودنا نكون في ازدحام كثير، هيكون مبسطات هون يعني الاطفال اللي بيعون يشترون، وحتى لو يجي ياخذوا محتاجات منازلهم. فاما الان كما نرى الرعب الذي سكن هذا السوق، لا احد بداخله. اين هم العوائل؟ اين هم اصحاب هذه المحلات؟